نادي الاتحاد المونستيري أبناء الرباط تأسس سنة 1927. النادي اللي قريب جدا من شعب مدينته. أول مرة يوصل لنهائي كاس تونس كانت في سنة 2008-2009، وقتها خسر من النادي الصفاقسي بنتيجة 1-0. للأسف النادي مقدرش يحقق غير بطولة واحدة بس في تاريخه، وهي كاس تونس ومرة واحدة. ورغم كده النادي بيحظى بشعبية كبيرة في تونس، ويعتبر من أعرق وأقدم أندية تونس. فيا رب أكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، وأي موضوع عايز نتكلم عنه اكتب لي في الكومنتات وهعمل لك فيديو عن موضوعك. وما تنساش اللايك والمتابعة.